ان شاء الله هنبدا مع بعض النهارده في داتا ستراكشر جديد اللي هي اللينكد ليست. من اسمها هي عباره عن ليست يعني من الداتا، وفي بينها وبين بعضها لينك يعني ترابط، يعني عندنا داتا وفي بينها وبين بعض ترابط. ايه بقى اللينكد ليست دي؟ داتا ستراكشر جديده هناخدها. طب ايه بقى الحاجه اللي بتميزها، او ايه هي اللي هي بتعمله؟ يعني هي برضو زي اي داتا ستراكشر بتخزن بيانات، بس فيها اكيد حاجات بتميزها عن غيرها. اول حاجه كان عندي مشكله جامده جدا في الاري، يعني ان هو كان فيكسد سايز، يعني خلاص انت اول ما تعرفي الاري لازم تحددي الطول بتاعه وبس، ما تقدريش تضيفي بعدي. اللينكد ليست حلت المشكله دي ان هي نوت فيكسد سايز، هي طولها مش ثابت، براحتك هنفضل نضيف عناصر براحتنا، يعني مش هيجي يقول لك ان الطول اللينكد ليست لا الطول اللي انت محدده خالص، لا هو انت بتعرفي اللينكد ليست وتضيفي بقى براحتك، مش محكومه بطول معين. تاني حاجه كان عندنا في الاري يا جماعه ان العناصر بتاعت الاري لما تخزن العناصر، التخزين نفسه في الميموري بيبقى بيتخزن العناصر ورا بعضها، التخزين فعلي بيبقى ورا بعضها، يعني بيروح مثلا لو انا عايزه اخزن مثلا اري طوله مثلا 1000 ولا 10000، هيروح مثلا في الميموري يدور على مكان يقضي ال 10000 دول ويخزن الاري فيه، اللي هو العناصر كلها لازم تبقى ورا بعضها في الميموري. اللينكد ليست لا بقى مش كده، اللينكد ليست بتعمل تخزين للعناصر بشكل راندوم، اللي هو كل عنصر في مكان عشوائي اصلا على التاني، هي ما تعرفش اصلا يعني مش كل عنصر ورا التاني، لا هي تخزن مثلا عنصر تشوف، تروح للميموري تشوف ايه المكان اللي فاضي فيها، لقيت مكان هنا فاضي خلاص تضيف العنصر ده، بعد كده ضفت عنصر تاني تدور بقى تعمل مانج في الميموري ايه المكان الفاضي، تروح تلاقي المكان ده وبعد كده المكان ده وبعد كده المكان ده، اللي هو بتحط العناصر بشكل عشوائي. تمام، طب العناصر دي بتعرف ازاي توصل لبعضها؟ اكيد بيبقى في حاجة بتوصل العنصر للي بعده، يعني مثلا اكيد بيبقى في كل عنصر والتاني في بيبقى في عنوان العنصر اللي بعد، يعني لما جانا للعنصر ده اقول له من اللي بعدك هيوديني على عنوان العنصر اللي بعدي، وهكذا العنصر ده هيقول لي عنوان العنصر اللي بعدي وهكذا. تمام، اللينكد ليست دي يا جماعه بالظبط عامله بالظبط زي القطر، بالظبط زي ما انتم شايفين كده القطر، اللي بقل في القطر اللي بيحصل اول حاجه اللي هي المقدمه اللي هي بتاعه القطر دي، بعد كده بيبقى فيه اللي هو شبهها اللي هو واصله كده بينه وبين اللي هو العربيه اللي نفسها اللي بيتحط فيها الركاب، بعد كده العربيه الثانيه والثالثه وهكذا. اللينكد ليست عامله زيها بالظبط، اللي بيحصل ان بيبقى فيه اول حاجه فيها حاجه اسمها فيرست او هيد، هو هنا اسمه فيرست او هيد، يعني في ناس مثلا في مراجع بنسميها فيرست في بتسميها هيد، فهو بس الاسامي بس يعني. فهنا اول حاجه عندي حاجه اسمها الهيد او الفيرست اللي هو المقدمه بتاعت اللينكد ليست، بعد كده الهيد ده بيشاور على اول حاجه عندي اللي هي اول داتا عندي اللي هي اول حاجه بخزن فيها الداتا بتاعتي، بعد كده الحاجه دي بتشاور على الحاجه اللي بعدها، بعد كده دي بتشاور على اللي بعدها. فاللينكد ليست زي ما انتم شايفين مكون من حاجتين، اول حاجه مكون من الهيد، بعد كده مكون من مجموعه من النودز، يعني دي كده دي كده نود، وادي دي كمان نود، ودي برضو كذلك نود ثالثه وهكذا. هي بقى اللينكد ليست مكونه من ايه؟ مكونه من الهيد، وبعد كده مجموعه من النودز، وفي بينهم وبين بعض ترابط، يعني الهيد في ترابط بينه وبين اول نود، وبعد كده النود الثانيه في منها لا في بتشاور على النود اللي بعدها وهكذا. إيه تمام، زي ما انتوا يا جماعه شايفين لو احنا مثلا عايزين بقى نمسك كل نود ونشوف ايه اللي جوه النود دي، يعني لو انتوا شايفين دلوقتي ايه اللي جوه النود ده، اللي جوه النود حاجه اسمها داتا وحاجه اسمها نيكست، يبقى كل نود يا جماعه مكونه من ايه؟ مكونه من داتا ونيكست. الداتا دي اللي هي بيتخزن جواها الداتا اللي انت عايزه تخزنيها، يعني مثلا انا عايزه اخزن ارقام مثلا جوه اللينكد ليست، فالرقم اللي انت عايزه تخزنيه هيتخزن هنا. بعد كده في حاجه اسمها نيكست، النيكست ده النيكست ده مؤشر بيشاور على اللي بعده، مش احنا قلنا العناصر اللي جوه اللينكد ليست دي بتتحط في الميموري بشكل عشوائي، فكل عنصر لازم يبقى فيه مؤشر على العنصر اللي بعده، فلما اروح للنكست هتقول لي مين العنصر اللي بعدي، لما اروح لدي اروح للنكست تقول لي مين العنصر اللي بعدي. فانا عندي دلوقتي يا جماعه اللينكد ليست مكونه من اول حاجه هيد ومجموعه من النودز، لو مسكنا كل نود ايه اللي هيحصل؟ كل نود فيها ايه؟ فيها مكان للداتا تخزني في الداتا اللي انت عايزه تخزني، وفيها حاجه اسمها نكست ده مؤشر بيشاور على النود اللي بعدي. تمام، تعالوا بقى عايزين بقى نروح في النت بينز كده ونشوف اللينكد ليست دي هنعملها ازاي. هو اول حاجه يا جماعه عشان اعمل اللينكد ليست دي محتاج ايه؟ محتاجين هيد ومحتاجين النود اللي هي دي. تمام، فاحنا هنروح الاول نعمل كلاس للنود اللي هو اصنع في النود، وبعد كده بقى نروح لكلاس اللينكد ليست.
يبقى احنا دلوقتي يا جماعه اللي احنا نعمله ايه؟ محتاجين نعمل كلاس، الكلاس ده للنود بس، اللي هو بيصنع نود، اللي هو انا عايزه نود اروح اعمل اوبجكت من الكلاس ده. بعد كده بقى نروح لللينكد ليست ونشوف بقى اللينكد ليست هنعمل فيها ايه. يبقى اللي احنا نروح نعمل دلوقتي ايه يا جماعه؟ هنعمل كلاس، الكلاس ده بيكريت النود. فانا عملت بروجكت سميته بروجكت لينكد ليست اهو، هروح عليه هنا كده وعمل على الباكج وعمل نيو جافا كلاس وهسميها النود. الكلاس ده يا جماعه ايه فايدته؟ الكلاس ده فايدته ان هو بيصنع لي النود بتاعتي، بيصنع النود بس. تمام، ايه بقى يا جماعه اللي جوه الكلاس النود ده؟ هتقولوا ايه اللي جوه النود؟ يعني انت هتروحي اللي انت عايزه تحطيه جوه النود هي نفسها الحاجه اللي جوه النود دي. ايه اللي جوه النود دي؟ زي ما انتم شايفين جوه النود حاجتين، الداتا حاجه متغير نحط فيه الداتا، وحاجه كمان للنكست. تمام، تعالوا بقى نحط جوه النود الداتا. الداتا، طب الداتا دي نوعها هيبقى ايه يا جماعه؟ على حسب الداتا اللي انت عايزه تخزنيها جوه اللينكد ليست. يعني لو احنا عايزين نخزن انت يبقى الداتا نوع انت، لو عايزه تخزني سترنج الداتا سترنج، لو عايزه تخزني تشار الداتا تشار. فعلى حسب الداتا اللي انت عايزه تخزنيها جوه اللينكد ليست هو ده هيبقى نوعها. تمام، بعد كده ايه يا جماعه؟ بعد كده محتاجين ان احنا نعرف النكست. طب النكست ده بقى نوعه هيبقى ايه؟ هل مثلا هيبقى انت؟ لا هو مش انت، هو مش رقم. هل هو سترينج؟ هل هو تشار؟ هو دلوقتي يا جماعه النكست ده بيعمل ايه؟ هي الداتا دي انا بخزن جواها رقم، عشان كده انا حطيتها انت. طب النكست ده بحط جواه ايه؟ بحط جواه النكست ده اصلا بيشاور عن النود اللي بعدي، يعني بيشاور على حاجه نوعها نود. يعني هو مش نوع انت، يعني ما ينفعش اعمله انت عشان هو اصلا ما بياخدش رقم، ده هو بياخد حاجه نوعها نود. يعني زي ما انتم شايفين هنا كده النكست ده بيشاور على النود دي كلها. فمعنى كده ان النكست ده نوعه ايه؟ هيبقى نوعه نود. يعني ايه نوعه نود؟ يعني نوعه هو الحاجه تعريف الحاجه بيبقى من نوع الحاجه اللي هو بيتحط فيها او بيشاور عليها. يعني مثلا هنا الداتا بتعني حاجه انت، فعشان كده انا سميتها انت. طب هنا النكست بيعني ان هو بيشاور على حاجه نوعها نود، فعشان كده النكست ده لازم يبقى نوعه نود. فهنعمل هنا نود، نود بس بعد كده هسميه نيكست. الناس ممكن يحصل عندها لبس في الموضوع ده، اللي هو انت ازاي عامله نود؟ هو احنا يا جماعه مش احنا عارفين ان الداتا طيب كان لها نوعين، بريمتيف داتا تايب ونون بريمتيف. البريمتيف زي دي اللي هي انت، طب النون بريمتيف زي الحاجه زي الكلاس. ما احنا قلنا اي كلاس ده نون بريمتيف داتا تايب، زي مثلا ما كنت بعرف سكانر، فالاس اس سي دي كانت نوعها نون بريمتيف داتا تايب لان نوعها كلاس. فكذلك برضو النيكس دي هيبقى اسمها ريفرنس. يعني هنا الداتا دي ده متغير عادي، متغير زي اللي احنا خدناه في ليفل 1. انما النيكس ده لا، النيكس ده مش متغير، ده حاجه اسمها ريفرنس. ريفرنس يعني مؤشر، هو نوعه من نود، فهو نوعه دي الداتا تايب بتاعته. بس هي مش بريمتيف، هي نون بريمتيف داتا تايب. ليه؟ لان هو بيشاور على حاجه نوعها نود، على حاجه من الكلاس اللي هو اسمه نود ده. مش انا عامله الكلاس ده عشان اكريت منه نود، فالنكست ده بيشاور على حاجة أصلا نوعها نود، فعشان كده أنا سميته نود. تمام، بعد كده يا جماعة محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل كونستراكتور. هعمل بابليك بعد كده نفس اسم الكلاس. تمام، بعد كده البارامتر بتاعنا، هل هناخد حاجة جوه البارامتر بتاع النود ولا لأ؟ هو احنا يا جماعة كنا بنعمل الكونستراكتور ليه؟ كنا بنعمل الكونستراكتور عشان لو أنا عايزة أحط حاجة جوه الكلاس بتاعنا كنا بنعمل انيشال للقيم، ولو عايزة أحط حاجة جوه الكلاس بتاعنا بحطها من خلال الكونستراكتور ده. يعني ايه؟ يعني انا عايزه مثلا اول ما يكريت النود يحط لي الداتا بتاعتي هنا، اعمل هنا انت، اعمل هنا انت الداتا. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده بقول له اول ما يجي حد يكريت منك، يكريت اوبجكت من النود ده، لازم يدخل لك هنا حاجه نوعها انت. تمام، عايز اقول له بقى الحاجه اللي هو اللي يدخلها دي هي نفسها الحاجه دي. فهنا هقول له this dot data، دي نفس ده حاجات اساسيه في الاو بي، يعني بيساوي الداتا ده يا جماعه نفس اللي احنا كنا بنعمله. مثلا لو انت بتعملي كلاس مثلا للستودنت، واعمل هنا انت اي دي، وعايزه مثلا اول ما كاريت اوبجكت من الستودنت ده يحط لي الاي دي، فكنا بنعمل هنا انت الاي دي، وبعدين كده بنعمل ذيس دوت اي دي بيساوي الاي دي. هنا ممكن نعمل برضو ممكن نعمل مثلا هنا انت دي مثلا، ونعمل هنا ان الداتا بيساوي الدي عادي، يعني هي يعني انا بقول له ان الدي دي بتساوي الداتا اللي هي دي. بس احنا بنعمل بس كده عشان دي قواعد يعني حاجات شبه حاجات اساسيه يعني كده في الاو بي، يعني دي كلها اساسيات او بي. فهنا هنعمل زيز دوت داتا، فاللي مش فاهم دي عادي ممكن يعمل هنا دي ويعمل هنا داتا بيساوي دي عادي، بس دي زي ما قلت دي اساسيات او بي.
فكده اللي احنا عملناه ايه؟ اللي احنا عملناه ان انا اول ما كريت اوبجكت من النود دي لازم احط له هنا حاجه نوعها انت، هيروح شايل الحاجه دي وحاططها لي في الداتا دي. يبقى انا كده عشان اقدر اكريت اي نود، يعني مثلا عشان اكريت النود دي عايز اعمل النود اللي هي الاولانيه دي، هاجي كريت اوبجكت من النود ده هيقول لي اول حاجه لازم تدخلي جوه الكونستراكتور حاجه نوع انت، هيروح شايل الرقم اللي هو نوع انت ده ويروح حاططه لي للنود دي. يعني انا مثلا لو انا عملت نود ان بيساوي نيو نود حطيت 5، هيروح مكريت لنود وكاتب لي جوه النود ده الداتا بتاعتها 5 وعامل لي نيكست، بس النيكست مش هيحط له اي حاجه. تمام، ده كده يا جماعه الكلاس بتاع النود عملنا ليه، عاملاه عشان اكريت من خلاله النود، اي كل ما احتاج نود هروح اكريت من الكلاس ده. تمام، هنروح بقى بعد كده نعمل الكلاس بتاعنا الاساسي بقى بتاع اللينكد ليست نفسه. فاعمل جافا كلاس هسميه لينكد ليست، لينكد ليست ادي ده الكلاس بتاعنا يا جماعه بتاع اللينكد ليست ده. بقى ايه ده، ايه فايده الكلاس ده بقى؟ ده الكلاس بقى اللي انا هحط فيه بقى الهيد واحط بقى فيه الميثود بتاعتي، اللي هو لو انا عايزه اضيف جوه اللينكد ليست هستخدم الميثود دي، لو عايزه اضيف، لو عايزه احذف من اللينكد ليست زي ما احنا كنا بنعمل في الداتا ستراكشر التانية زي الستاك والكيو. لما كنت بعمل كلاس للستاك والكيو واحط فيه الميثود بتاعتها، كذلك برضه انا عملت كلاس للينكد ليست واحط بقى فيه الميثود بتاعته. اول حاجه يا جماعه كانت في اللينكد ليست ايه؟ كانت الهيد. مش احنا قلنا اول حاجه خالص في اللينكد ليست في حاجه اسمها هيد او فيرست، فاحنا اول حاجه محتاجين نعرفها في الكلاس بتاعنا اللي هو اللينكد ليست محتاجين نعرف الهيد. طب الهيد يا جماعه ده نوعه ايه بقى؟ هنكتب نوعه ايه؟ هل هو انت، هل هو سترينج، هل هو دبل، هل هو نوع ايه؟ انتوا شايفين يا جماعه الهيد بيعمل ايه؟ الهيد بيشاور على اول نود عندي، بيشاور على ايه يا جماعه؟ على نود. فمعنى كده هو نوعه ايه؟ لازم يبقى نوعه نود. فاعمل هنا نود هيد، معنى كده بقول له ايه؟ بقول له اول حاجه عندك ريفرنس اسمه هيد، نوع نود. ليه يا جماعه نوع نود؟ عشان هو بيشاور على نود اصلا، هو بيشاور على اول نود موجوده عندك في اللينكد ليست. تمام، عايزين بقى يا جماعه نشوف بقى ايه الميثود اللي احنا هنعملها جوه اللينكد ليست. هنعمل بقى الانسيرت والديليت والحاجات بتاعتنا. اول حاجه هنتكلم عن الانسيرت. انا عايزه اضيف جوه اللينكد ليست، هنستخدم 2 ميثود، ميثود بتضيف في الاول وميثود بتضيف في الاخر. ميثود بتضيف في اول اللينكد ليست وميثود بتضيف في اخر اللينكد ليست. طب اول حاجه بس يا جماعه عايزين نقولها بس الاول، هو دلوقتي يا جماعه هل احنا محتاجين نعمل كونستراكتور ولا لا؟ مش محتاجين اعمل كونستراكتور، لان انا مش عايزه ادي حاجه للاوبجكت اول ما كريته. يعني احنا مثلا هناك في الستاك والكيو والاريت كنت اول ما كريت الاوبجكت محتاجه اصلا ان انا حد طوله ايه، هنا دلوقتي في اللينكد ليست لا، الطول اصلا مش ثابت، الطول اصلا مش ثابت، فانا مش محتاجه اصلا ان انا ايه، فاحنا مش محتاجين ان احنا نعمل كونستراكتور. طب يا جماعه، طب الهيد ده يا جماعه باي ديفولت كده بايه؟ مش احنا عارفين مثلا اي رقم انت مثلا باي ديفولت هو مثلا كان بزيرو. طب دلوقتي طب الهيد ده هو نوعه ايه يا جماعه؟ مش هو نوعه نون بريمتيف داتا تايب؟ يبقى باي ديفولت كده بنال. اي نون بريمتيف داتا تايب لما انا ما احطلهاش ما اديهاش اي قيمه، اللي هو اي ريفرنس، يعني الريفرنس ده بيبقى نوع الداتا بتاعته نون بريمتيف، لو انا ما حطيتلهوش اي قيمه باي ديفولت كده بياخد نال. فدلوقتي يا جماعه لو الهيد بنال معنى كده ايه؟ معنى كده ان اسمها دي اللينكد ليست فاضيه ما فيهاش اي حاجه. يبقى دلوقتي لو كان الهيد، يبقى امتى اعرف اللينكد ليست فاضيه ولا لا؟ لو الهيد كان بنال معنى كده ان هي فاضيه، الهيد اصلا بيشاور على نال، فمعنى كده ان هي فاضيه ما فيش اي عنصر. مش احنا قلنا الهيد ده بيشاور على اول نود؟ طب معنى ان هو مازال بنال معنى كده ايه؟ ما فيش نود اصلا عندي. تمام، فدلوقتي يا جماعه احنا محتاجين نستخدم اول حاجه الميثود اللي اسمها انسرت. قلنا عندنا نوعين من الانسرت، يا اما اعمل انسرت ان فيرست، يعني اعمل اضافه بس في اول اللينكد ليست، يا اما اعمل انسرت بس في اخر اللينكد ليست ات لاست. تمام، تعال نشوف الان فيرست، يعني انا عايزه اضيف بس في اول اللينكد ليست. تعال نشوف مثلا لو معانا لينكد ليست مثلا زي دي، فيها ادي الهيد اهو بيشاور على اول نود فيها واحد، بعد كده النود الاولانيه دي بتشاور على النود التانيه في 4، بعد كده النود التانيه اللي هي 4 دي بتشاور على النكست بتاعها، بيشاور على الاتنين، بعد كده الاتنين مفيش حد بعدها، فمفيش حد بعدها معنى كده يا جماعه ان هي بتشاور على ايه؟ بتشاور على نال، النكست بتاعها بيشاور على نال. هو النكست ده نوعه ايه يا جماعه؟ النكست ده نوعه ايه؟ تعالوا شوفوا كده النكست ده نوعه ايه؟ النكست ده نوعه نود، فهو باي ديفولت لو هو لو انت ما حددتش له نود يشاور عليها، فهو باي ديفولت بيشاور على نال. فهو دلوقتي لو النود دي
لو النكست ده انا ما حدد ما قلت لهوش ان في نود بعدك فهو بيضيف كده، هو هيشاور على نود. تمام. المهم يعني اللي احنا عايزين بقى نعمله دلوقتي ايه يا جماعه؟ انا محتاجه اضيف عنصر جوه اللينكد ليست بس في الاول، يعني انا عايزه اضيفه بعد الهيد. تمام. هو انا دلوقتي يا جماعه عشان اضيف رقم جوه اللينكد ليست محتاجه ايه؟ هل احنا يا جماعه هنضيف الرقم كده جوه اللينكد ليست؟ هقول له انسرت الرقم وخد ضيفه. هو اي داتا جوه اللينكد ليست لازم لها ايه؟ لازم لها نود. مفيش اي داتا يعني مثلا الواحد ده شايفينه جوه نود، الاربعه جوه نود، الاثنين جوه نود. فانا عشان اضيف جوه اللينكد ليست محتاجه اول حاجه اصلا محتاجه ان انت تكريت نود. فاول خطوه يا جماعه في الاضافه محتاجه ان انا كريت نود. ادي انا كريت النود اهي. بعد كده بعد ادي النود اهي يا جماعه، عملت صنعت النود، عملت اوبجكت من النود، فادي النود اهي. تمام. بعد كده هقول له بقى اضيف لي الرقم ده جوه النود. فالرقم دلوقتي اهو اللي هو اللي احنا عايزين نضيفه، وليكن مثلا عايزين نضيف الخمسه، فالخمسه ضفتها اهي جوه النود. بعد كده انا دلوقتي فعلا دي فعلا كريت نود وحطيت فيها الداتا. هل احنا ضفناها جوه اللينكد ليست؟ لا، لسه ما ضفناش جوه اللينكد ليست. هو احنا ضفنا الخمسه جوه النود، بس هل احنا ضفناها جوه اللينكد ليست؟ لا. طب انا عايزه اضيفها جوه اللينكد ليست بعد الهيد، اضيفها بقى يا جماعه ازاي؟ هو مش النود الجديده دي لها نيكست؟ لها نيكست. ايوه تمام. انا محتاجه ايه؟ محتاجاها يا جماعه، محتاجه النيكست ده يشاور على النود اللي هي الاولانيه دي. تمام. بعد كده محتاجه الهيد بقى هو يشاور على النود دي، يبقى معنى كده هي انضافت ولا لا؟ انضافت. فاحنا محتاجين نعمل خطوتين. الخطوه الاولى ان هي ان النكست ده يشاور على النود الاولانيه دي، يشاور عليها، ادي هو يشاور على دي. تمام. بعد كده محتاجه ان الهيد هو بقى يشاور على النود اللي انت عايزه تضيفها دي. فخلاص، فانا كده عايزه ايه اللي انا عايزه اعمله؟ ده انا عايزه اعمله، عايزه اشيل بقى شايفين اللي هي علامه ان الهيد بيشاور دي؟ لا خلاص، عايزه انا بقى الهيد يشاور عليها. فمحتاجه بقى ان الهيد ده يشاور على النود اللي هي دي، محتاجين ان احنا نعمل كده. هل كده يا جماعه النود انضافت جوه اللينكد ليست؟ ايوه طبعا انضافت. ليه؟ لان انا اللينكد ليست عندي هتبدا من الهيد، الهيد بيشاور على النود الاولانيه، فبقى بيشاور على الخمسه، بعد كده الخمسه بقت بتشاور على النود اللي هي التانيه، بعد كده دي بتشاور على دي، بعد كده دي بتشاور على دي. تمام. يبقى انا عشان اعمل انسيرت في اول اللينكد ليست محتاجين ايه؟ محتاجين اول حاجه ان انا لازم اكاريت اصلا النود، بعد ما كاريتها اخليها هي بتشاور على اللي بيشاور على الهيد، بعد كده اخلي الهيد بقى بيشاور عليها. ما ينفعش اعمل العكس، ما ينفعش اخلي الهيد يشاور عليها وبعد كده هي تشاور على اللي بيشاور عليه الهيد، ما ينفعش. يعني مثلا ما ينفعش نعمل كده. اللي انا بقوله ده ايه؟ اللي انا بقوله ان احنا ما ينفعش نخلي الهيد يشاور عليها. فالهيد دلوقتي شاور عليها، طب وهي تشاور على اللي بيشاور على الهيد، فين بقى اللي بيشاور على الهيد؟ اللي هي نفسها. فهي كده هي كده هتشاور على نفسها اصلا، فما ينفعش. فلازم بالترتيب ده، ان هي لازم الاول اول خطوه لازم هي تشاور على اللي بيشاور على الهيد، وبعد بقى ما هي تشاور على اللي بيشاور على الهيد، الهيد بقى يشاور عليها. تمام. تعالوا بقى نروح في الكود بتاعنا. يبقى هنعمل الميثود بتاعتنا اللي هي insert in first، هعملها public، هعملها void باسمها insert in first. هل بتاخد حاجه يا جماعه جوه الاقواس ولا لا؟ ايوه بتاخد ايه؟ بتاخد الداتا اللي هي هتضيفها، مالها هنا انت داتا، الداتا اللي هي عايزه تعمل لها انسرت. تمام. هي دلوقتي انا معايا الداتا اهي وعايزه اضيفها. احنا قلنا ايه؟ مش هينفع اضيفها كده في الهوا، محتاجه اول حاجه ان انا كريت لها نود. فهكريت النود ازاي؟ اسم الكلاس بتاعنا، بعد كده اسمها مثلا نسميها نيو نود، بعد كده بيساوي نيو نفس اسم الكلاس بتاعنا نود. هنحط حاجه جوه البارامتر ده ولا لا؟ ايوه طبعا. مش احنا قلنا هنا النود عشان اكريت اي نود لازم تحط لي هنا الداتا اللي انت عايزه تضيفها جوه النود دي؟ فهضيف له هنا ايه؟ الداتا اللي انا عايزه اضيفها اللي هي ايه اسمها ايه اللي هي اسمها هنا ايه يا جماعه؟ داتا. داتا. فاللي انا كده عملته يا جماعه ان انا عملت نود، اللي انا قلته هنا عملت نود اسمها ايه؟ عملت نود وحطيت جواها الداتا اللي انا عايزه اضيفها، بس لسه ما حضفتهاش جوه اللينكد ليست. عايزين نضيفها جوه اللينكد ليست، قلنا نعمل على خطوتين، لازم هي تشاور على اللي بيشاور على الهيد، بعد كده الهيد يشاور عليها. تعالوا بقى نشوف الكلام ده هنكتبه ازاي. انا بقول لازم هي تشاور هي اسمها نيو نود. يعني ايه هي اللي هي نود تشاور؟ يعني ايه تشاور؟ يعني دوت نيكست، يعني النيكست بتاعها
ما انا قلت هي لازم هي تشاور، يعني النكست بتاعها بتاع النود ده لازم يشاور على ايه؟ على اللي بيشاور على الهيد، يبقى بيساوي هيد كده. بقول له ايه؟ بقول له بص شوف الهيد بيشاور على ايه وخلي لي النيو نود دي تشاور عليه، بعد كده خلي الهيد يشاور على النيو نود دي، خلي الهيد ده خلي الهيد خلي الهيد بيشاور على ايه؟ على النيو نود، على النيو على النيو نود. يبقى انا كده دلوقتي خليت هي هي ادي النود اهي تشاور النكست بتاعها على اللي بيشاور على الهيد، بعد كده خليت الهيد يشاور بقى على النود كلها، النود الجديده دي كلها. تمام، يبقى كده احنا عملنا انسرت ان فيرست. تمام، طب عايزين نعمل انسرت ان لاست، اللي هي عايزين نضيف بس في اخر النود بتاعتنا، في اخر اللينكد ليست بتاعتنا. إيه تمام، هنعملها برضو بابليك، هعملها فويد، هعملها انسرت، انسرت ان لاست. هل بتاخد حاجه جوه البارامتر ولا لا؟ ايوه طبعا بتاخد الداتا اللي هي عايزه تضيفها. يبقى هنا نعمل انت داتا. تعالوا بقى نشوف ازاي بنعمل انسرت ان لاست. شايفين انا دلوقتي يا جماعه لو عندي لينكد ليست زي دي كده وعايزه اضيف في اخر بعد اخر نود، يعني شايفين الاتنين دي عايزه اضيف بعدها هنا، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل اول حاجه محتاجه اصلا ان اعرف المكان اللي انا هضيف فيه، يعني انا محتاجه اصلا ان شايفين النكست بتاع دي، مش احنا قلنا دلوقتي انا عشان اضيف نود، عشان اضيف نود اصلا اول حاجه محتاجينها ايه؟ محتاجه ان انا اصلا اكريت النود دي، اعمل النود دي. فانا دلوقتي انا عايزه اضيف في الاخر، فمحتاجه اول حاجه ان انا اكريت النود دي. تمام، بعد ما كريتها هتحط جواها الداتا عادي، الداتا بتاعتك، هنحط الداتا بتاعتك اللي انت عايزه تضيفها جواها عادي. تمام، بعد كده محتاجه ان مؤشر النود الاخيره دي يشاور عليها، يعني بدل ما هو بيشاور على نل اقول له معلش خلاص ما تشاورش على نل، وعايزه المؤشر بتاعك ده اللي هو النكست بتاعه، يعني هنا النود الاخيره دي لها نكست، فانا عايزه النكست بتاع النود الاخيره دي يشاور على النود اللي انا عايزه اضيفها، عايزه المؤشر بتاع دي يشاور على النود اللي انت عايزه تضيفيها. هل هي كده انضافت جوه اللينكد ليست؟ ايوه انضافت. ليه؟ لان خلاص بقت النود الاخيره دي بتشاور عليها، فخلاص فهي كده بقت موجوده فعلا جوه اللينكد ليست، وهي كده كده اصلا هتشاور على نل، النكست بتاعها هيشاور على نل، لان انا مش هقول لها خليها هي تشاور على اي حاجه. إيه تمام، يبقى المطلوب مننا ايه يا جماعه؟ المطلوب مني ان انا اوصل للنكست بتاع النود الاخيره دي، يعني انا لو وصلت للنكست بتاع النود الاخيره دي هقدر ايه؟ هقدر اضيف النود دي جوه اللينكد ليست. احنا مش مشكله عندي ان انا كاريت نوت واحط الداتا، يعني احنا خلاص اتعلمنا الطريقه دي ان انا ازاي كاريت نوت واحط الداتا جواه. المشكله عندنا ايه؟ ازاي انا هوصل للنكست ده اصلا؟ ازاي هوصل للنكست بتاع النود الاخيره؟ تمام، تعالوا بقى نشوف ازاي هنوصل للنكست بتاع النود الاخيره. هو احنا دلوقتي محتاجين ايه يا جماعه؟ محتاجين نمشي على كل النود اللي عندي، امشي على النود دي وامشي على النود دي وامشي على النود دي وامشي على النود دي لحد ما اوصل للنود الاخيره دي، عشان ايه؟ عشان اقدر اضيف بعدها. تمام، طب انا اعرف النود الاخيره دي من فين يا جماعه؟ يعني ايه الحاجه اللي بتميز النود الاخيره دي؟ هو يعني انا امتى اقف؟ يعني انا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا همشي على كل نود واقول لها هو انت النود الاخيره، هو انت النود الاخيره. طب ازاي اصلا اعرف النود الاخيره؟ مش انا قلت حاجه بتميز النود الاخيره ان هي بتشاور على نل، يعني هي اصلا قبل في الاول اصلا هي بتشاور على نل، يعني انا لما اخر نود عندي جوه اللينكد ليست بتشاور على نل. فانا اللي انا هعمله ان انا هعمل لوب امشي على النود كلها، وطول ما النكست مش بيشاور على نل فاتحرك. يعني شايفين دلوقتي النكست بتاع النود الاوليه بيشاور على حاجه، والنكست بتاع النود الثانيه ادي النكست دي، النكست ده بيشاور على حاجه، بيشاور على النود اللي بعده، وبعدين النكست ده النكست بتاع النود ده بيشاور على دي. شايفين بقى النكست بتاع النود الاخيره بيشاور على ايه؟ بيشاور على نل. فاللي انا هعمله ان انا هعمل همشي على كل نود واسالها هل النكست بتاعك ده بيشاور على نل؟ يعني طول ما النكست بتاعك مش بيشاور على نل فانت اتحرك، هات النود اللي بعدك، هات النود اللي بعدك. تمام، فاحنا محتاجين نعمل حاجه كده ريفرنس نمشي بيها على كل النود. او شفت مثلا في الاري لما اجي امشي جوه عناصر الاري حوالين حول عناصر الاري ايه اللي بيحصل؟ كنت بعمل فور لوب واعمل اندكس اللي هو الاي واعمله نوع انت، عشان انا بمشي اصلا على عناصر الاري اللي هي الاندكس بتاعها الارقام، الاندكس بتاعت الاري 0 1، فانا عملت متغير نوع انت. طب انا دلوقتي بمشي على نود، فالحاجه نوع الحاجه اللي انت هتمشي بها ايه؟ هل هي هتبقى انت؟ لا طبعا هتبقى نوعها نود، مش انت بتمشي على نود يبقى نوعها نود. في الاري كنا بنمشي على اندكس،
فكنت بتعملي الاي بانت لان الاندكس بادئه من الزيرو وارقام، فهنا دلوقتي انت بتمشي على نود اصلا. فاحنا اللي احنا هنعمله ايه؟ ان احنا هنعمل نود، هنعمل مؤشر نوع نود ويفضل يمشي على الاري دي، يفضل ماشي يعني يمشي على الاري دي وبعد كده يمشي على دي وبعد كده يمشي دي على النود اللي عندك دي، تمام. فاحنا دلوقتي محتاجين نعمل ايه جوه الانسرت؟ اول حاجه محتاجه ان انا اعمل حاجه نوع نود، هعمل نود هسميه كرنت. اول حاجه هيبدا من اول فين يا جماعه؟ هناك في الاري كنا بنقول له انت الاي هيبدا من زيرو، ليه؟ لان اول اندكس عندي بزيرو. طب هنا هيبدا يا جماعه من اول فين؟ هيبدا من اول الهيد، من اللي الهيد بيشاور عليها، خليه يبدا من النود الاولانيه دي. هقول له يبقى نود كرنت هيساوي الهيد، يعني معنى كده بقول له ايه؟ بقول له ابدا من اول النود اللي الهيد واقف عليها، تمام. بعد كده يا جماعه محتاجين ايه؟ محتاجين لوب، واي اللوب نمشي بيه على كل عناصر ايه؟ على كل عناصر على كل عناصر اللي موجوده عندنا، اللي جوه موجوده عندنا جوه اللينكد ليست، تمام. فاحنا دلوقتي محتاجين وايل. ايه الحاجه بقى اللي هي هتمشينا جوه الوايل؟ يعني ايه الحاجه اللي هتفضل تخلي الوايل تمشي تمشي تمشي؟ مش احنا قلنا هنعدي على كل نوت؟ ايه بقى الحاجه اللي هتخليني امشي؟ زي ما انا قلت، طول ما النكست بتاعي مش بيساوي نل فانت اتحرك. هو انا دلوقتي اللي انا عملته يا جماعه، عملت نوت كده اسمها كرنت، اللي انا عملته دلوقتي عملت نود اسمها كرنت، كرنت، ودلوقتي هي بتشاور على اول نود عندي، فانا عايزه احركها. فاللي هيحصل ايه؟ هقول لها طول ما النكست بتاعك مش بيساوي نل فانت اتحركي. ادي الكرنت دلوقتي يا جماعه، الكرنت دلوقتي المفروض واقف هنا، ادي الكرنت اهي واقفه على اللي بيشاور عليه الهيد، ادي الكرنت واقفه هنا، تمام. فانا هسالها هل النكست بتاعك مش بيساوي نل؟ شايفين النكست بتاعها بيشاور على نود، فاقول لها طول ما النكست بتاعك مش بيساوي نل فانت اتحركي. فانت شايفين دلوقتي هل النكست بتاعها مش بيساوي نل؟ ايوه فعلا مش بيساوي نل، فانت اتحركي. فالكرنت هيجي هنا، الكرنت هيجي هنا، فهساله هنا هل النكست بتاعك مش بيساوي نل؟ ايوه فعلا النكست بتاعه مش بيساوي نل، فحرك الكرنت. فالكرنت هيجي هنا، الكرنت هيجي هنا. بعد كده هساله هل النكست بتاعك مش بيساوي نل؟ ايوه فعلا النكست بتاعه مش بيساوي نل، فاتحرك. فالكرنت هيجي هنا. هساله هل النكست بتاعك مش بيساوي نل؟ لا النكست بتاعه بيساوي نل، فخلاص فهيخرج بقى بره اللوب. فهو ده اللي انا هعمله جوه اللوب. يبقى هنا شرط جوه اللوب طول ما الكرنت دوت نكست مش بيساوي نل، مش بيساوي نل، فانت اتحرك. فاللي هيحصل ان لازم يتحرك، تمام. هيتحرك ازاي بقى يا جماعه؟ هو دلوقتي الكرنت كان هنا، عايز احركه هنا، هيتحرك ازاي؟ هقول له ايه؟ هقول له خلي الكرنت بيساوي الكرنت دوت نيكست. يعني ايه؟ تعالوا نكتب الاول، خلي الكرنت بيساوي الكرنت دوت نيكست. هنا ما ينفعش يا جماعه ولا بلس بلس، ما ينفعش زي الاي في الاري بنعمل الاي بلس بلس، ليه؟ لان هي انت. هنا لا، هنا مش انت، فالاضافه الزياده عندي مش هينفع بلس بلس. فهنا الكرنت بتاعي هيبقى الكرنت دوت نيكست. يعني ايه؟ بقول له خلي الكرنت يجي على اللي بعدي، على الكرنت دوت نيكست، يعني يمشي يجي على العنصر اللي بعدي. يعني ادي الكرنت اهي، دي الكرنت. طب فين الكرنت دوت نيكست اللي هي دي؟ فبقول له خلي الكرنت الجديده تساوي الكرنت دوت نيكست اللي هي النود دي، تمام. احنا جينا هنا فبقول له خلي الكرنت الجديده تساوي الكرنت، بص ادي الكرنت اهي دوت نيكست، دي الكرنت. طب فين الكرنت دوت نيكست اللي هي دي، اللي هي النود دي كلها؟ النود دي كلها اسمها الكرنت دوت نيكست، فالكرنت الجديده بقت هنا. بعد كده بقول له خلي الكرنت يساوي الكرنت دوت نيكست، ادي دي الكرنت. فين الكرنت دوت نيكست؟ اهي. يبقى خلي الكرنت الجديده تساوي الكرنت دوت نيكست اللي هي دي، تمام. بعد كده يا جماعه يبقى اللوب دي هتخلص لما الكرنت يقف فين؟ يقف اهو زي ما انتم شايفين الكرنت ده وقف هنا. يبقى احنا فعلا خلاص خلصنا والكرنت وقف هنا. ايه اللي انت عايزين بقى نعمله؟ مش احنا عايزين نضيف؟ يبقى اول حاجه لازم اكاريت النود زي ما احنا عملنا في الانسرت. يبقى هنا اول حاجه لازم اكاريت النود بتاعتي، هعمل نود نيو نود، نيو نود هيساوي نيو نود، واحط هنا جوه الكونستراكتور بتاع ايه؟ الداتا ايه بتاعتنا، الداتا اللي انت عايزه تعملها انسرت، تمام. احنا كده يا جماعه ايه؟ كريتنا النود. فكده اللي انا عملته ان انا كريت فعلا النود دي. ايه اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني عايزه النكست بتاع الكرنت ده يشاور عليها، عايزه النكست بتاع الكرنت يشاور عليها اهي، ادي الكرنت اهي، عايزه النكست بتاعها يشاور عليها. يعني عايزه اعمل كده، عايزه النكست بتاعها ده، النكست اللي هو ده يشاور عليها، النكست ده يشاور عليها، ما يقعدش بقى يشاور على النل، يشاور عليها كده. فما عادش هنا ايه؟ ما عادش هنا بيشاور على نل. خلاص نمسح بقى النل ده، فانا عايزه النل ده كده يتشال، نشيل بقى النل ده، هذا النل وهشيله
واخلي بقى النكست بتاع الكرنت ده يشاور عليها. هقولها ازاي يا جماعه؟ النكست بتاع الكرنت، يبقى الكرنت دوت نكست يشاور عليها عن نيو نود، يشاور عن نيو نود بس. يبقى كده عايزه النكست بتاع الكرنت يشاور عن نيو نود دي، فده كده خلى النكست بتاع الكرنت يشاور عن نيو نود دي. هل محتاجين ان نخلي النيو نود تشاور على نال؟ لا، هي باي ديفولت كده، هي اصلا النكست بتاعها يشاور على نال، ادام ما انت قلتيله ما تشاورش على حاجه. إيه بس يعني، وان شاء الله هنكمل في الفيديو الجاي.